بيكم مشاهدينا، معاكم ريم النمر في أول حلقة من برنامج أحلى كلام. طبعا باين من اسم برنامجنا إن إحنا في كل حلقة هنتكلم مع بعض في أحلى كلام، وكمان هنتكلم مع بعض في معلومات كتير ومختلفة وبتهم برضو ناس كتير، ده غير طبعا الضيوف اللي إحنا نستضيفهم معانا اللي هنعرف منهم معلومات كتير هتفيدنا في يومنا أو في حياتنا عموما. طبعا كل سنة وانتم طيبين، خلاص العام الدراسي بدأ والجامعات فتحت، فإحنا قررنا إن إحنا النهاردة هنتكلم مع بعض في أهم حاجتين في حياة كل البنات، وهو اللبس والميك اب. أكيد كل بنت بيبقى نفسها تعرف إزاي تقدر ترسم ميك اب حلو لنفسها، ترسم آيلاينر، إزاي تعرف تنسق ألوان الميك اب، وبرده في اللبس كل واحدة بتبقى عايزة تعرف إزاي إن هي توظف اللبس بطريقة شيك، إزاي تعرف الستايل اللي لايق على شكلها. كل الحاجات دي هنعرفها مع بعض النهاردة في حلقتنا، لأن معانا ضيفتين جمال جدا هيفيدونا في الموضوع ده، وهيعرفونا إزاي إن إحنا نطلع بمظهر شيك جدا وبسيط وفي نفس الوقت تكلفته مش كبيرة. خلينا نرحب بأول ضيفة معانا، خبيرة التجميل والميك اب أرتست نرمين صبري. إزيك نرمين؟ الحمد لله. أهلا. ومعانا الفاشن بلوجر الجميلة جدا أستاذة هبة عبد الله. إزيك يا هبة؟ الحمد لله تمام. اول حاجه نرمين، انا عايزه اعرف منك ايه هي الاساسيات الميك اب اللي لازم تبقى موجوده في بيت كل بنت. يعني لو بنتكلم بالنسبه للجامعه، محتاجين طبعا سان بلوك، محتاجين ماسكارا، محتاجين باودر للحواجب. طبعا بنرفض خالص استخدام القلم بتاع الحواجب لانه بيعمل مشاكل بعد كده. محتاجين روجات سمبل، ممكن مثلا ما نكترش عن اتنين، نجيب واحد فاتح ونجيب واحد غامق، ممكن ندمجهم على بعض ونعمل لون تالت معانا. وبس ده بالنسبه للبنات الصغيرين بيبقى كويس. ممكن كونسيلر طبعا، محتاجين بيوتي بلندر. اكيد بقى كل الحاجات دي طبعا ما بتاثرش على البشره خالص. لا، لو من غير فاونديشن وحاجه مش يومي يبقى مش هتاثر. اوكي طيب، قولي لي بقى يا هبه برده ايه اهم اللبس اللي يبقى موجود في اللاب كل بنت اللي ما نقدرش نستغنى عنه خالص؟ بصي، خلينا نبتدي كده خطوه خطوه. اهم حاجه لازم تكون موجوده في دولاب اي بنت هو الجاكيت الجينز. زي ما احنا عارفين ان جاكيت الجينز مهم جدا سواء في الصيف او في الشتاء. احنا بنقدر نوظفه باكتر من طريقه واكتر من شكل. طبعا اساسي جدا معانا البنطلونات الجينز الخفيفه العمليه، ونبعد خالص عن الالوان البيضاء، نبعد عن الحاجات اللي تأيدنا في الحركه اكتر. دايما خلي الحاجات تكون بسيطه، كل ما كانت بسيطه كل ما بقت احسن في الجامعه. الجينسات عموما معانا، اي سويت شيرت على اي بنطلون جينز وكوتشي، كل الحاجات دي بتكون متاحه لينا وفي نفس الوقت بتكون كويسه معانا. طيب وبالنسبه للشتاء؟ الشتاء عموما اهم حاجه في الشتاء هو الجاكيت، يعني رقم واحد هو الجاكيت عموما. الجلد كمان. أيوة. الاسود بالذات. الجاكيت، الجلد او الشموا او اي حاجه من دي على اي بنطلون جينز وكوتشي، الدنيا بتتحل معانا وبيبقى الاوتفيت حلو وجميل في نفس الوقت. حلو جدا. طيب قولي لي يا نرمين بقى ايه الميك اب اللي احنا بنبقى محتاجين نحطه في الجامعه بحيث ان احنا نبان سيمبل كده ويعني شكلنا مش اوفر؟ يعني احنا لو عايزين نحط ميك اب بعيد عن سان بلوك، طبعا لازم الاول ان احنا نرطب بشرتنا، نحط كريم مرطب. بنحط سان بلوك يعني قبل السان بلوك؟ لازم ترطيب. اوكي تمام. وقبل كل ده لازم تبقي قافله المسام بتاعتك، سواء بقى مايت وورد سواء تونر اي نوع. تمام. وبعد كده بتحطي مرطب، وبعدين بتستخدمي سان بلوك بتاعك. عايزه بعد كده تحطي فاونديشن؟ تمام. ممكن تستبدلي البلاشر بتنت مثلا لون بينك، لون بيربل، حسب اللون اللي انت بتفضليه. وبرده ممكن تستخدمي كروج، التنت ده بيستخدم كروج وكبلاشر، وممكن تعمليه لون انتقالي في الدمج في الاي شادو. بس دي بتبقى حاجات خفيفه جدا للبنت. طيب هل السان بلوك لما بنيجي نحطه ده بيأثر على شكل الميك اب، او يعني بيضيع مثلا لونه لما بنيجي نحط بلاشر معين او الحاجات دي؟ ما هو احنا السان بلوك ما ينفعش اساسا يتحط غير الصبح، يعني ما ينفعش ان انا استخدمه كماده مرطبه واحطه بقى مثلا وانا خارجه بالليل او رايحه مناسبه، لا طبعا ما ينفعش. وفي حاجه كمان، في حاجه اسمها سان بلوك وفي حاجه اسمها سان سكرين. السان سكرين ده بيبقى الماتيريالز بتاعته خفيفه جدا، وبيبقى فايدته ايه؟ فايدته ان هو بيدخل الاشعه النافعه لبشرتي. لكن السان بلوك ما بيدخلش ولا نافع ولا ضاره، وبيبقى نسبه الحمايه بتاعته عاليه جدا. وحسب بقى، يعني المفروض انا لو بشرتي بيضاء او فاتحه لازم استخدم اس بي اف عالي، يعني ممكن نقول 50 40. لو بشرتي مثلا قمحويه او سمراء شويه بستخدم ممكن من اول 15 لغايه 30.
احنا بقى هبه عارفين طبعا ان في الجامعه اليوم بيبقى طويل جدا وحر وشمس، فبنبقى محتاجين ان احنا نلبس حاجه خفيفه بحيث ان الحركه بتاعه طول اليوم او الحاجات دي ما تاثرش يعني على لبسنا تضايقنا او حاجه. فايه الستايل المفروض نلبسه في الجامعه ويكون خفيف كده؟ بصي مبدئيا البنطلون جينز معانا ده رقم واحد، ولو بنوته مثلا مش بتلبس بنطلونات جينز يبقى سكيرت تكون واسعه وخفيفه في نفس الوقت. من فوق ممكن نلبس اي تي شيرت واي جاكيت خفيف عليها، ممكن الشميز دايما الشميز تقدري تلبسيه باكتر من طريقه، ممكن تلبسي الشميز مفتوح وتلبسي عليه توب زي دول زي الشميز. بصي الشميز ده جينز وفي نفس الوقت تقدري تلبسيه مقفول وتقدري تلبسيه مفتوح، ممكن مره تلبسيه كا على بنطلون جينز كانه طقم كامل مع بعضه، وممكن مره تلبسيه كمن تحتيه توب خفيف جدا وتفتحيه وتلبسي عليه شنطه كروس وكوتشي كده. انت عملتي تو اوتفيت من اوتفيت واحد. حلو قوي. تقدري بعد كده بدل ما تشتري قطع كتير وتلاقي ان الدنيا مش مظبوطه معاكي والدولاب زحمه ومفيش لبس، لا انت تقدري توظفيه من اوتفيت واحد تقدري تخرجي اكتر من اوتفيت. طيب بالنسبه بقى للجامعه الصبح، هل بيبقى في الوان لبس معينه هي لازم الصبح، او في الوان اللي هو تبقى اوفر قوي الصبح ما ينفعش نلبسها؟ اكيد. بصي هو عموما الالوان كلها تقدروا تلبسوها ما عدا نوع واحد من الالوان، هي الالوان النيون. الالوان النيون تبقى صعبه قوي ان انت تروحي الفسفوري الفسفوري الفوشيا الفاقع الاورنج الفاقع كل ده لما تيجي تطلعي بيه في الجامعه هتلاقي الموضوع صعب جدا، وهتلاقي ان اضاءه الشمس كمان هتبقى في حاجه غلط، اللي هو بتنوري. اي حد تنوري في الجامعه عليكي ايه ده هي ليه بتنور كده. فلا لازم تبقى الوان هاديه، يعني اكتر لون فاقع تقدري تلبسيه هو الاصفر، وبرده مش بشع قوي زي الالوان الثانيه، فده يعني اكتر الحاجات اللي اقدر افيدك بيها. قولي لي يا نرمين، احنا عارفين زي برضو زي ما قلنا ان الجامعه بتبقى حر وشمس كتير جدا اليوم كله، فاحنا ازاي نقدر نثبت الميك اب بتاعنا لاطول فتره في الجامعه ما يسيحش مننا من الحر والشمس؟ تمام. بصي هو انت المفروض لما بتحطي بعد الترطيب والسان بلوك والفاونديشن، بعد الفاونديشن بالذات لو مش هتحطي فاونديشن مش هنحط الخطوه بتاعه التثبيت دي. تمام. حطيتي فاونديشن بتثبتي بقى بلوس باودر. اللوس باودر دي ما بتبقى يعني البودره بتاعتك سايله، مش زي الكومباكت اللي هي مضغوطه، المضغوطه دي مش هتنفع، احنا عايزين اللوس باودر دي. وطبعا بتقعدي بقى تطبطبي كده على الكونسيلر على بقيه دي ما بتاثرش على البشره بتاعتي؟ لا ما بتاثرش الباودر دي ما بتاثرش، بس طبعا احنا عارفين الفاونديشن طبعا بيأثر بعد فتره. يعني لو استخدمته كل يوم يأثر على بشرتي؟ بصي يعني انا مثلا ممكن اعمل خطوه تاجل لي الحاجات اللي ممكن تحصل، يعني انا لو قفلت المسام قبل ما احط الحاجات دي كلها مش هتاثر قوي. بقفلها بقى بايه بتونر، او المفروض ان انا خطوتي ان انا الاول خالص قبل ما اكون عايزه ابقى اعمل ميك اب حلو بقى غير الجامعه مثلا لو فرح او مناسبه او كده، ان انا المفروض بعمل تقشير للبشره. انت لو مش عندك مثلا سكراب ممكن تعملي مثلا اول حاجه تغسلي وشك بالغسول، بعدين هتعملي بقى تقشير، ممكن تعملي اي تركيبات بقى في البيت، في حاجات كتير جدا ممكن تتعمل. الماسك بتاع السكر والقهوه ده ممتاز جدا جدا، بيقشر الوش كويس وبينفع لكل انواع البشره. في ماسك بتاع القهوه واللبن او لا او قهوه وعسل؟ بالظبط، يعني هو القهوه كل ما بتدخل في السكراب بتبقى ممتازه جدا، والسكر كمان. بس فدي حاجات ممتازه. هتقشري بقى البشره وهتعملي الميك اب بتاعك، تحطي تقفلي المسام بالتونر قلنا وال وميه الورد. اوكي. دلوقتي يا هبه بقى احنا بنشوف مثلا بيبقى فيه لبس شيك جدا جدا وشكله تحفه، في بنت تلبسه وتلاقيه واو عليها وجميل، في بنت بقى تانية تلبسه وتلاقيه لا الطقم مش حلو خالص. فيعني ده بيرجع ان في بنات تبقى عارفه الستايل اللايق على جسمها وشكلها، وفي بنات تانية بتبقاش عارفه ايه الستايل اللي ماشي عليها، فاحنا ازاي نقدر نعرف الستايل اللي ماشي على كل بنت؟ بصي مبدئيا اهم حاجه ان انت تعرفي شكل جسمك عامل ازاي، يعني ما ينفعش مثلا ان انت تكوني بنوته رفيعه جدا جدا وتلبسي حاجات ترفعك بزياده، تلبسي مثلا بنطلون سليم جدا جدا هيضايقك، هتحسي ان انت فعلا ما باين الرفع بتاعك. على العكس مثلا ما ينفعش ان انت تكوني بنوته مليانه جدا وتلبسي مثلا سلاوتش جينز هيتخن، فانت لازم تبقي عارفه الاول شكل جسمك وطبيعه جسمك عامل ازاي عشان تقدري تحددي الستايل المناسب ليكي. لو عرفتي شكل جسمك والكيرف بتاعك ماشي ازاي هتعرفي تحددي انت تلبسي طيب إيه. مثلا لو في بنات اللي هي بتبقى مثلا رفيعه من فوق بس من تحت تبقى
مليانه شويه، فايه اكتر ستايل يمشي على جسمها بحيث ان هو يبان شكله حلو يعني؟ بصي ممكن تلبس السكرت اللي هي بتكون زي دي، او السكرت اللي هي بيكون ليها وسط وتبقى واسعه شويه من تحت، بحيث ان هي اصلا مش هتبين شكل الجسم من تحت، وفي نفس الوقت البلاوز من فوق فهيبقى الكيرف كله ماشي مظبوط. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان هي دايما ما تلبس حاجات تكون ضيقه قوي من تحت، لا تلبس مثلا زي الكارديشانات الطويله، الحاجات اللي بتكون فضفاضه من ورا، فهتبين الشكل كله مظبوط. اوكي. ولو حد رفيع تلبس حاجات واسعه؟ تلبس بقى عارفه انت السلاوتشي جينز، المامي فات، الحاجات اللي هي بتدي اصلا وسط. تلبس الفساتين، في فساتين نازله جديده جدا بتدي اصلا جسم حلو قوي، فهتلاقي اكتر من حاجه معاها يعني، الرفيعه سهله. اوكي. طيب عايزه اعرف برضو يعني رمين شويه نصايح كده للبنات المبتدئه في الميك اب. يعني طبعا احنا عارفين الايلاينر ده بيبقى اصعب مشكلة جدا جدا عندنا كمان. بالظبط. فاحنا عايزين بقى نعرف منك ايه هي الطريقه الصح اللي احنا نرسم بيها الايلاينر. تمام. هو المفروض انا يعني ما احسش بقى ان انا خلاص يعني عايزه ارسم ايلاينر فاشتري بقى حاجات، في فرش بتبقى مناسبه للناس المبتدئه، يعني الفلوماستر ده مناسب جدا. ده بيبقى قلم مش بيبقى قلم ريشة. ايوه لا مش ريشه. ريشه دي هتبقى صعبه جدا. القلم بيبقى مفيش بقى بينزل منه الحبر نفسه بتاع الايلاينر، بتبقى متماسكه جدا. انت تقدري بقى تبداي اولا، مش هتبداي من اول العين، لان انت لو بداتي من اول العين هتفضل تدخن معاكي ومش هتعرفي تظبطي الاثنين زي بعض. لكن انت بتمسكي القلم مايل كده وتبداي من نص العين، تحطي كده وتفضلي تمشي يعني تتنقلي بسيط. أوكي. جدا يعني جنب بعض. انا ببتدي بالظبط من نص عيني، من نص واكمل للاخر، ما ابتديش من الاول خالص، وما بقاش متسرعه واخد خط واحد، لان ممكن يطلع واحد لفوق وممكن ينزل التاني لتحت. لا اخد خط كده جنب بعض، افضل امشي زي ما اكون بعمل نقط كده. أوكي. جنب بعض، وبعدين اقوم جايبه بقى الاول لو انا عايزه اكمل. اوكي. طيب بالنسبه بقى للفاونديشن، انا بختار يعني ايه اللي يليق على بشرتي؟ بختار على اساس ايه الدرجه بتاعت الفاونديشن؟ يعني هل بختار اغمق من درجتي درجه، ولا يعني افتح من درجتي؟ لا هو المفروض اختار الدرجه المناسبه مع درجتي. الافتح والاغمق ده هيبقى مشكله وده هيعمل مشكله. واولا التست بتاع الايد ده غلط جدا، لان انت ايدك بتبقى بقى متعرضه للشمس وتبقى اغمق كتير، من بتبقى اغمق طبيعي. انت المفروض بتعملي تست في الجزء بتاع الخد ده. تمام. وطبعا بتروحي المكان اللي هتجيبي منه من غير ما تكوني حاطه ميك اب، عشان الدرجه تبقى جايبه الوش بالظبط. بتحطي بقى الدرجه، تشوفي ثلاث درجات، انت شايفه درجه مثلا مناسبه ليكي ممكن تحطيها تلاقيها نورت. النور ده ما ينفعش. تجيبي درجه تانية، الدرجه اللي بعديها على طول، الاغمق بعديها على طول، لما تحطيها هتلاقي ما فيش فرق قوي، يعني الدرجه هتلاقيها ماشيه جدا مع الوش. الدرجه اللي بعدها لو جربتيها هتلاقيها اغمق جدا. اما بالنسبه للناس اللي بتطلب مثلا اونلاين مش بتروح المكان تشتري، لو جات لها الحاجه مثلا افتح ممكن تغمقها بالكونتور. طيب انا برضو عايزه اعرف منك بنوزعه ازاي. تمام. اولا لازم البيوتي بلندر. بالنسبه للبراش بتاعه الفاونديشن هتبقى صعبه جدا برضو على الناس اللي في الاول، لازم تبقى معاكي بيوتي بلندر بتاعتك، المفروض بتبليها الاول وبتعصريها جامد جدا جدا، وبتوزعي بقى انت برضو بتطبطبي على وشك ما بتمسحيش، لان البيوتي بلندر دورها ان هي بتاخد الزيادات. اوكي ماشي. احنا هنطلع فاصل سريع جدا، واستنونا هنكمل معاكم بعد الفاصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل. قولي لي يا هبه، احنا بقى انت طبعا عارفه ان احنا في الجامعه بننزل كل يوم، او حتى لو بنت عندها شغل بتنزل كل يوم، كل يوم. فبتلبس طقم واحد بس وبعدين تركنه، وبعدين تلبس طقم تاني وتركنه، فبالتالي الدولاب بيبقى مليان حاجات قد كده. وبنرجع نقول برضو ايه، انا ما عنديش لبس، انا عايزه اشتري لبس. تمام. فانا عايزه اعرف منك طريقه نقدر نعملها ان احنا نطلع من طقم واحد بس كذا طقم ويبانوا في كل مره. طيب. ان هو كل واحد مختلف عن التاني. طيب هحاول ان انا اقوله لك عملي بحيث ان احنا ايه تبقى بنوته فاهمه. ده مثلا سويت شيرت زي ما انت شايفه. أوكي. لو بنوته هتلبسه ممكن تفكر ان هي تلبسه مره على بنطلون جينز. اوكي. المره الثانيه ممكن نفس الاوتفيت ده تلبسه على بنطلون ابيض او سكيرت ابيض، فهيدي شكل تاني خالص مع الطرحه والشوز طبعا بتغير في الطرحه، بتغير في كل حاجه، هي يعني بتحول القطعه الواحده لاكتر من قطعه. أوكي. يعني دي قطعه لبستها مره بنطلون جينز، لبستها مره بنطلون ابيض، مره بسكيرت، والطرح بتكون كل مره مختلفه. الاكسسوارز كمان ليها عامل مهم جدا ان هي تغير من شكل الاوتفيت قوي. يعني الاكسسوارز كمان يعني زي ما انت ما بتحطيها كده مع طرحه بتكون مثلا ساده بتغير جدا جدا.
طيب ممكن تشرح لنا برضو لو على البلاوز مثلا البيضة ده شميس ابيض، ده زي ما انت شايفه شميس ابيض، ده برضو ينفع كاجوال وينفع في نفس الوقت كلاسيك لو هي عندها مثلا اي برزنتيشن او اي حاجه. البلاوز يعني سهله قوي معاها ان هي تلبسها مره على بنطلون هيكون كلاسيك لو هي عندها برزنتيشن، ممكن مره تفتح الشميز وتلبس تي شيرت بسيط جدا، هتلاقي الدنيا سهله معاها قوي. حلو جدا. اوكي عايزه اعرف برضو منك يا نرمين، هل في انواع ميك اب بتمشي مع بشرة وما بتمشيش مع بشرة تانية؟ يعني ممكن تضر بشرة وتفيد بشرة تانية، ولا في الميك اب موحد لكل البشرات؟ لا طبعا، لان احنا عندنا 5 انواع للبشرة، عندنا بشرة دهنية وبشرة مختلطة وعندنا بشرة حساسة وبشرة عادية وبشرة جافة، فكل حاجة من دول ليها نوع الفاونديشن بتاعها والماتيريالز كلها اللي بتحطيها، كل اللي انت بتحطيه سواء البيز سواء المرطب سواء كل حاجة بتحطيها لازم حتى الغسول اللي انت بتستخدميه لازم يبقى حسب نوع بشرتك. طيب انا من فتره كده قريت حاجه على النت برضو عايزه اعرف منك هي صح ولا غلط، ان احنا ازاي نعرف نوع بشرتنا. كنت قريت ان احنا بعد لما بنصحى من النوم بنقعد ساعه بالظبط وبعدين نجيب منديل نمشيه على وشنا، لو لقيت المنديل فاضي ما طلعش اي حاجه من وشي فكده بشرتي بتبقى عاديه، لو لقيت المنديل طلع حاجات فيه يعني ماده طلعت فيه فدي كده بشرتي تبقى دهنيه، لو في مناطق في وشي طلعت ومناطق تانية ما طلعتش زي مثلا التي زون دي تمام. دي كده بتطلع زيوت زيوت فدي كده تبقى مختلطة تمام، او لو وشي بقى مقشر دي معروف ان هو بتبقى جافة، فهل الموضوع ده فعلا صح؟ مع اختلاف بسيط مش اول ما بتصحي من النوم، لان انت بعد ممكن ساعة مثلا لما بصحى. لا مش بعد ساعة، انت المفروض يعني انت اول ما بتصحي المفروض بتغسلي وشك عادي تقصدي، ولا بتصحي على طول تعملي التجربة دي؟ المفروض تصحي تغسلي وشك وتنظفيه كويس جدا، وبعدين بعد ساعه طبعا ما تتعرضيش لشمس ما تتعرضيش لاي اتربه او كده عشان يظهر اللي انت عايزاه. بس كده. طيب انا عايزه اعرف برضو انواع الفونديشن اللي قلتي عليها اللي تمشي مع البشرات، يعني مثلا البشره الدهنيه هتحتاج حاجه مط، لان البشره الدهنيه بتطلع زيوت، والبشره المختلطه برضو، والبشره المختلطه ممكن تحتاجي ان انت تحطي نوعين فونديشن مش نوع واحد، لان انت عندك حرف التي ده بيطلع زيوت وبقيه البشره جافه، فالبشره الجافه دي ليها درجه وليها نوع، والدرجه الدهنيه برضو ليها نوع، فانت حسب البشره بتاعتك هتختاري الفاونديشن بتاعك. اوكي طيب دلوقتي بقى ايه بقى، احنا بنشوف في محلات كتير بتبقى منزله لبس جميل جدا بس بيبقى لغير محجبات للاسف، فده بيسبب مشكله كبيره جدا للبنات المحجبه، فهل في طريقه نعرف نلبس بيها اللبس ده ويبقى مناسب للمحجبات؟ بصي وانتي بتختاري حاولي تختاري الحاجه اللي تقدري توظفيها، انا عارفه ان معظم البراندات دلوقتي ماشيه على الموضه العالميه اكتر وان هي بتنزل حاجات مش مناسبه للمحجبات، بس دلوقتي ابتدوا مؤخرا ان هم يعني نزلوا بيزكس معينه تقدر المحجبه ان هي تظبط بيها اي اوتفيت، البيزكس الحاجات اللي بتكون طويله كل ده بيساعد ان هي تقدر تشتري من البراندات. دلوقتي البراندات برضو يعني نوعا ما ابتدت تختلف شويه عن ايام زمان، ابتدينا نشوف براندات للمحجبات في مصر ودي حاجه جديده مش متعودين عليها، فلا يعني المحجبات بقى لهم فتره الحمد لله ابتدوا ان هم يلاقوا اللي هم بيدوروا عليه في البراندات، مش كل البراندات بس على الاقل المعظم هتعرف تخرج منها على الاقل سكيرت شميز وهي تقدر توظفه هي بطريقتها فهتعرف تتعامل يعني. اوكي عايزه برضو اعرف منك يا هبه ان احنا يعني رمين سوري، احنا امتى بالظبط بنقدر نشيل الميك اب بعد لما بنحطه وبنشيله ازاي بالظبط؟ يعني طريقه اقدر اشيل بيها الميك اب ويبقى تماما مفيش اي حاجه في وشي او في اثار منه، فعايزه اعرف بشيله ازاي. تمام، انت طبعا عندك ميك اب ريموفر تمام، قولي لي سريعا كده. عندك ميك اب ريموفر بتستخدميه، ولو انت حاطه مثلا ماسكارا بتبقى ووتر بروف، الووتر بروف لازم تسيبي حوالي 30 ثانيه لدقيقه القطنه بتاعتك فيها الميك اب ريموفر على عينك علشان الماسكارا دي ما تقعش بالشعر بتاع الرموش تمام، بتسيبيها شويه وبتقع، لو الفحم العاديه بتمسحي بقى كل بشرتك بالميك اب ريموفر بتاعك وخلاص. اوكي انتوا بجد نورتوني جدا وشرفتوني جدا في حلقتي، بشكرك على وجودك وبشكرك انت كمان على وجودك، وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، اتمنى ان هي تكون عجبتكم واستفدتوا وخدتوا معلومات كتير جدا بالذات للبنات، واستنونا في حلقات جديدة من برنامج احلى كلام، هكون معاكم ريم النمر وهنتكلم في احلى كلام.